ثم تراكم كبير. ما ننسوش اللي احنا نتبعوا في وضعية الحرية الفردية بصفة مستمرة من 2016 حتى 2021، ولاحظنا اللي ثم تواتر وثم تصاعد، وخاصة مع تصاعد الخطاب الشعبوي في 2019، وبينا بالواضح انه راه صعود الخطاب الشعبوي وصعود الشعبويين في المجلس النواب الشعب وصعود الشعبويين في قرطاج، هذا كله ادى الى انه ثم ولا عندنا خطاب معناه موجود في البلاد كلها، خطاب ما ينجم يشجع الا على الاحساس بالخشيه، الاحساس بالخوف من الاخر، الاحساس اللي الناس تحس في بالضيم وبالقمع والناس كل مظلومه، وهذا راه ما ينجم يؤدي الا انه العنف يكبر والانتهاكات تكبر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما ننساوش اللي احنا 2020 كان سنه اللي هي سنه الكورونا فيروس الكوفيد 19، والكوفيد 19 ادى الى وجود ازمات اجتماعيه كبيره، الناس ولات في ديارها، وراه البقاء في الديار يؤدي الى العلاقات تولي علاقات متوتره ياسر، خاصه في الاسر التونسيه اللي مازال فيها الهيمنه الذكوريه واللي تعرفوه الكل. والحاجه الاخرى اللي ناس برشا انقطعت على العمل بتاعها، راهو المسائل الاقتصاديه والاجتماعيه ما لازمش نسواها، راهو تؤدي، وهذا حتى اللي ستاتيستيكي يبينوا وقت اللي تعرف اللي انت في فتره الحجر الصحي الاولانيه على الاقل، وزاره المراه نفسها اللي هي الدوله التونسيه تقول لك راهو العنف ضد المراه تصاعد من 7 إلى 9 أضعاف، والعنف الجنسي ضد الأطفال من 3 إلى 5 أضعاف، تفهم به كل شيء من هذه العنف اللي يتمارس داخل المنازل داخل البيوت داخل المناطق الديار المغلقة. هذا هام جدا. النقطة الثالثة اللي نعتقد واللي هي ساهمت زادة في تصاعد العنف هذا هو تصاعد العنف البوليسي، لأنه كما نعرفه في السنوات الأولى متاع الثورة البوليس في تونس، يقول كلمة البوليس رو بالمعنى الجهاز، البوليس في تونس خذا طريقة عمل ياسر ذكية، انه في السنوات الاولانيه كان طريقه العمل اللي احنا بيدنا ضحايا كيفكم، احنا بيدنا ضحايا الدكتاتوريه، ثم بشويه بشويه مع وجود النقابات الامنيه اللي هي ولات هي اللي تتحدث باسم وزاره الداخليه، مع وجود وزير داخليه مش موجود، هذا كله ادى في نهايه الامر الى تصاعد العنف البوليسي. فهالكميول هذا كله هالتراكم ما نجم يؤدي الى سنه صعيبه برشا عشناها، وما زلنا باش نعيشوا راه سنوات صعيبه شويه على مستوى الحقوق والحريات. لاحظنا بانه العنف على النساء كما قلت لك ضعف من 7 إلى 9، ثم انه الانتهاكات هي انتهاكات مؤسسيه جايه من عند الدوله بيدها، الانتهاكات اللي تمارسها الدوله على النساء في تونس. خطاب 13 اوت 2020 راهو خطاب فيه عنف شديد ضد المراه، جاي من اعلى هرم السلطه في تونس رئيس الجمهوريه، اللي في النهار في الصباح يمشي يزور نساء سجنان ويقول لهم انا معاكم مع حقوقكم الاقتصاديه والاجتماعيه ويلزم نخدموا باش نعطيكم حقوقكم، وفي الليل في الاحتفال باليوم الوطني العيد الوطني للمرأة يقول لهم راهو المساواة في الإرث لا سبيل إليه والنص القرآني واضح. هذا راهو عنف شديد على المرأة، المرأة ذي تحكمها القوانين ما تحكمهاش النصوص الدينية، نحب نذكر السيد رئيس الجمهورية. نفس الشيء داخل مجلس نواب الشعب والناس كل لاحظت كيف تصاعد العنف ضد النائبات أو النواب من جلس الإناث، كسوسوا مدام عبير موسي، كسوسوا مدام سامي عبو وغيرهم من النساء، والخطاب متاع الكراهية ضد النساء في المطلق متصاعد جدا داخل المجلس، سواء ضد النواب والنائبات وخاصة ضد النساء في تونس. ما نساوش راهو كل ما قالوا نائب العفاس، كل ما قالوا نائب مخلوف، هذوما راهو خطاب عنيف جدا ضد الأمهات العازبات كان تذكروا شوية، ضد النساء في المطلق اللي يعتبروهم مجرد آلة للإنجاب، هوني نذكر صاحب قناة الإنسان دونك وصاحب حزب الرحمة، هذا شقول داخل مجلس نواب الشعب. فهناك انشأنا عنف مؤسساتي يمارس على المرأة، الانتهاكات أيضا في المجتمع التونسي أي من قبل الأطراف والأفراد، وهنا اللي لاحظناه في الفترة الأخيرة خاصة مع الكونفينمون أنه تصاعد العنف ضد النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا حتى الدولة نفسها تتكلم، يقول الدولة نحكي على كل مؤسساتها بما فيهم الكريديف اللي عمل تلك الدراسة وبين أنه تقريبا أكثر من 70% على ما تقدم من النساء تم تعنيفهم على صفحات التواصل الاجتماعي. لذلك النساء من أكثر الفئات التي تعاني من العنف ومن التمييز ضدهن في الفترة اللي فاتت. الأطفال نفس الشيء، وخاصة تصاعد العنف الجنسي ضد الأطفال، وهذا ديما نذكروا به، راهو مش يقولوا التصاعد، ما نحكيش انه راهو تصاعد العدد فقط، يمكن لانه الفينومين ولينا نحكيوا عليه لانه كسرنا برشا تابوات، قبل ما كناش نحكيوا على العنف الجنسي ضد الاطفال، خاصه انه اكثر عنف جنسي ضد الاطفال يجي من الاسره. ك
كي نذكروا مثلا في الخروج بتاع الشباب في الشوارع في نهاية جان في بداية فيبري، كيفاش انه تم تعنيفهم وتم هرسلتهم وتدبحهم وإيقافهم وإحالتهم على القضاء. ارتفاع العنف أيضا ضد المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء السياسي أو اللجوء عموما في تونس، هذه لاحظناه في فترة الحجر ولحد الآن، انه ولينا ننظر لهم وكانهم ناس جاوا باش ياخذوا قوت التونسيين وقوت التونسيات، ولاحظنا كيفاش تم طردهم من منازلهم، كيفاش تم تعنيفهم، كيفاش تم استغلالهم والاتجار بهم. التمييز على اساس المرض هو ظاهره عشناها، نعرفوها من قبل لكن توا عشناها ولكل تونسي يحسها. قبل كنا نحكيوا على تمييز ضد المرض على اساس الاشخاص المتعايشين مع الفياش مع السيدا، وكانوا اللي الموجودين في تونس ديما يقولوا راهو يتم التمييز ضدنا، راهو في السبيطارات يميزوا ضدنا، راهو تخرج الفرمليه او العون الصحي في الكولوار يقولوا هيا وين نتاع الفياش، هيا جاي جاي اللي عندك السيدا قدام الناس الكل. الان مع الكوفيد 19 تونس كله اللي يعرف ما معنى التمييز على اساس المرض، كيفاش نهبطوا اسماء الناس اللي عندهم الكوفيد، كيفاش رؤساء بلديات يهبطوا اسماء الناس، كيفاش ولينا عندنا رؤساء بلديات يقولوا اي نعملوا جبانه خاصه بالحاملي الفيروس اللي ماتوا. شنو اللي تزادنا؟ تزادنا الفتره اللي احنا نعيشوا فيها من 2011 لليوم بكل محاسنها، ما ننساوش راهو نعيشوا فيه فتره رائعه جدا، يكون الناس مش فايقين يعيشوا فتره رائعه، ولكن المساوئ الكبيره نتاعها فاش تتمثل. اولا انه اذا مشينا في الحريه، كل حريه للجميع، ما تنجمش تمنع ناس انهم يكونوا عندهم مكانهم في ايضا في المشهد العام بما فيهم الشعبويين بما فيهم المحافظين، هذا طلع. الحاجه الثانيه اللي عندنا مشاكل اقتصاديه واجتماعيه موجوده، وكل ما تكثر المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه راهو ايضا يكون التضحيه بالحريات هي اول حاجه. فأول حاجة اللي احنا فرحنا به اللي ولا عنا على الأقل مرصد مناهضة العنف ضد المرأة تم تفعيله، هذه حاجة هامة جدا ما نجموش ننكروها. نفس الشيء منذ ديسمبر 2019 وتم تفعيلها الآن اللي هي لجنة الملائمة، ملائمة النصوص القانونية مع الدستور مع الاتفاقيات الدولية اللي هي تابعة لرئاسة الحكومة واللي بلادات تنشط، وهي حاجة باهية. ولكن الحاجة الأخرى اللي احنا فرحنا لها رغم كل المساوئ متاع القضاء التونسي واللي في 2020 أصدر أحكام من وراء العقل، معناها ما لازمناش ننساو، حطوه ديما قدامكم، أنه يوصل قاضي أو قاضية يحكم ب 30 سنة سجن لأشخاص لمجرد تناولهم مادة القنب الهندي الزطلة بالتونسي 30 سنة، أنه قاضي أو قاضية يحكم على أشخاص نظرا لأنهم ذوي جنسانية غير نمطية بثلاث سنين حبس ويغربهم على الكيف ثلاث سنين. يعني بالرغم هالجو الخايب ياسر نلقاو بعض الأحكام القضائية صدر القضاء التونسي اللي هي نعتبروها مكسب مكاسب، من بيناتها اللي هو نقض أو كسر ذلك المنشور المتعلق بالإسديسات، والمحكمة الإدارية تقريبا بصفة مستمرة الآن كل ما تعرض عليها قضية فيها الإسديسات تأذن آليا بأنه ذلك الإجراء هو غير قانوني وأكثر من ذلك غير دستوري. نحب نذكر اللي محكمة التعقيب، وهذا قرار هاي برشا لنا في الابتدائي لنا في الاستئناف، يصدر قرار عن محكمة التعقيب 21 فيفري 2020 يقول بأن جمعية شمس هي جمعية قانونية ولها الحق في الدفاع عن الأشخاص ذوي الجنسانية غير نمطية. قاضي ما يقولش ذوي الجنسانية غير نمطية، طيب يقولها ناريخ مساش نتمنى، أم يقول للأقليات الجنسية بما فيهم المثليين والمثليات ولها الحق في أن تطالب بإلغاء الفصل 230. نعتقد هذوما حاجات هامة جدا أنها تصدر على محكمة التعقيب في تونس. هذوما إلى جانب طبعا ما ننساوش أنه في تونس عندنا انفصام في الدولة بيدها، عندنا الدولة بالمعنى التنفيذي اللي هي الحكومة وحتى البرلمان نفسه اللي مصدر حتى قانون في 2020 وبداية 2021 للحريات، والحكومة بيدها اللي التوى تناقض في نفسها على أساس ما تحبش تطبق تعهداتها الدولية. نلقاه بالمقابل جزء آخر من الدولة اللي هو الهيئات الوطنية اللي هي الهيئات المستقلة، سواء هيئة حقوق الإنسان، سواء هيئة حماية المعطيات الشخصية، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص، هذوما يصدروا تقارير هيئة الحقيقة والكرامة اللي هي الدولة التونسية، هذوما كلهم دولة تصرف عليهم الدولة التونسية وهي ذوات عمومية، تصدر التقارير متاعها وتبين بكل وضوح بأن المجلة الجزائية هي مجلة معادية للحريات ويجب تنقيح كل القوانين التونسية المعادية للحريات، إلغاء عقوبة الإعدام، إلغاء الفصل 230، إلغاء الفحوص الشرجية. كل الهيئات اللي ذكرتهم لكم كلهم تصدر التقارير متاعهم باش تبين ذلك، وأعتقد هذه الدولة التونسية عليها أن تلتزم بما تقوله الدولة للدولة.